من مغرم في خليجية. مغرم في خليجية. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. حياك الله والله يا أيوب. حياك الله يا شيخ. تفضل يا شيخ. هلا يا هلا يا أيوب. كيف الأحوال؟ وين نروح يا شيخ؟ عندي مقابلة مهمة. مرحبا يا شيخ. يلا نروح. تفضل يا شيخ. كيف الاحوال يا ايوب؟ الحمد لله يا شيخ. ما فهمتش انا ما حاملاش تجي ولا شنو؟ علمك الله ما حاملاش نجي. ياك تشرب شي العصير عطيتيني دوز كلمات زوينين دابا ولي شي كتشبد ليه هدرتك. شلا هذا يسميو الناس عصير. عصير 15 درهم هذا فاطمه الزهراء الله يهديك. دابا جيني من الاخر اش بغيتيني؟ راه غنتعطل اخويا راه خاصني ندخل بكره الدنيا ظلمت راه خاصني نمشي بحالاتي. واك لا لا ولي شي كتعطلي ملي شي كتجي تريحي معايا. نقول لك فاطمه الزهراء ما بقاش عليك الحد. قولي لا ماشي مشكل انا ديالك دابا ولي شي غتعطلي. ايوا كنا وكنتو ملي كنتي شان وهمه اما دابا ما بقى فيك ما يدار. ياك تشكريتي فيا وشرب شي عباش بغيتي تلوحيني شرا ما مزياناش انتيا. لا عاودي شنو قلتي كليتي شربت فيك ماك اخويا درتي ليا الديور درتي ليا الفيلات كون عندي درتي ليا الطوموبيلات كون عندي نديرهم لك علاش تستاهلي ما احسن. ايوا انت والغالب الله كون كان عندك ودابا راه ما عندكش اخويا. بارك على كاملي كنهبطوا الريستو نخلص ريحوا في القهوه نخلص بطنا لشي بارشي نخلص. جديدة عليك هادي اش بغيتي تخلص انا راه انت الراجل وانت اللي ماكتيش تخلص عليا انا علاش غنعرفك؟ ما بقيتش كنعرفك فاطمه الزهراء تبدلتي ولا بدلك عليا شي واحد. انا اللي غنقول لك من الاخر انا الصراحه ما بقيتش مرتاحه معاك ما بقيتيش عاجبني. سير اخويا قلب على راسك وخليني انا نقلب على راسي. واش غنقول لك الله ياخذ فيك الحق هادشي اللي غنقول لك. وياخذ فيا الحق بعدا باز نقيتك رديتك بنادم ما كنتيش كتعرف تلبس. والله الا باز هذا هو خيري. لا لا يحييك تنكون ما كنعرفش نلبس. فاطمه الزهراء انجي اقول لي شنو مقلقك نلقاو الحل ماشي مشكل. ما بقاوش عندك فلوس. والفلوس راه كيجيو مع الوقت كلشي باذن الله. اخويا انا زربانه انا اللي ما عندكش فلوس ما كتسوى عندي والو. بين لي البنك نحبك ونموت عليك انايا ونضحي معاك وما عرفت اشنو ندير. ما عندكش اخويا فلوس خليني نقلب على راسي. ما قلتي عبا بنت الناس وعندك ملي ضربوا بك الحيوط تجي كتعيطي ليا والله ما نعقل عليك. خليت لك الراحه ونمرتي ضرب عليها شوف لك شي وحده على قدك. اما انا الفوق حبيبي ما نصلحش ليك. بنت الحرام الله ياخذ فيك الحق الله يتبعك البلا في هذا النار ديال اليوم. شوفي السلاقة هادو هما اللي جايين في الطريق شتينا هو فينا هاي هاد الطوموبيل تبارك الله. تفضل يا شيخ. حياك الله والله يا شيخ. تفضل يا شيخ. وين هم البنات؟ راهم البنات يا شيخ. هذول البنات؟ ايه يا شيخ. والله جميلات. نادي لهم نادي لهم. تفضلي. الله وكيشير علينا صاحبتي راه هو. تبارك الله كي زوين. ياش صافي غنانا الله اليوم. هاوتا. وياه هاوتا وكبيرة. تيشير لينا. هلا قلبي. اش خبارك حبيبي؟ يلا روحي. انت جيتي صغير. هلا والله هلا بالخال. شو هالجمال؟ هلا كيفك؟ والله جمالك جمال هلا والله بناس المغرب. والله المغرب حلوة بيكم جمالكم. والله يلا نروح. يلا روح. امشي من هنا. ها؟ امشي الله فيك. امشي ما يخالف ما يخالف يا أيوب. امشي خير. المهم ترسرس. امشي عنده الهاق امشي رسرس ما يخصكم امشي خير. تريدون مساري؟ يلا نروح في مسار. نروح. افتح الباب افتح الباب. اطلع يا شيخ. يلا هلا والله وحده وحده وتطلع يلا. ماما شحال الساعه دابا بنتك باقا ما جاياش؟
الله نسولك عدتي خليها تقضي شغلها مالك انتي اش من شغالات اللي غيبقاو حتى لدابا بقيتي اللي غادا تجي راه غادا تجي في كيلو زيد انا فيه وشنو بغيتي اختي ماما ما كتشوف فيا تشوفها ايوا كنشوفك كتحاسب انت ملي كتخرجي ما كتجيش حتى لينا وقت ما كيحاسبك حتى حد غتبداي لي داك السيناريو حق راه ما بقيتيش كتخرجي شحال هادي ما خرجتش بلا تبقاي تدوي عليا انا انا عارفك منين كدوري تقمقم وانا نفهم فهمت عيق الفايق واش بغيتيني ندير ما كاينش كليان تنخرج نبقى واقفه في الزناقي لا لا تسني الكليان راه غيجي هو يدق عليك على الباب ياك هو اللي غيجي يطيح من السماء يدق عليك ولا يدخل لك من الشارجر انا وديت قاعديا وانا وديت ودي قلبي على راسك ماما يبارك انا ما عنديش الزهر ما عنديش الزهر فين ما حطيتي يدي ما كتيسرش نشريه نلقاه نقلب عليه هاد الزهر علاش اختي ما عندكش هاد الزهر وهي اللي ديتيني عند شي سوافه درتي ليا شي قابول يكون دقه بطله هو داك الساعه نشوفو اختي زرديهم ليا هنا درك البجلابيتي وراك الفراش وتلقى شي واحد بعدا ومن اللي حيتو لقم ليه اختي انا منين جاني انت عارفه ملي غديري القبور راه كيدير الزمن ديال الفلوس راه 10 المليون والفوق ها آه؟ على قبور ب 10 المليون واش بغيتي اختي 10 المليون تي غديري عاد دقيقه ما هو راه غيدخل لك الملايين كون القبول ديال بصح كاع ما طلع فيا 10 المليون طفرو حتى هما اختي سيري قبلي على راسك تي سيري تي ديري داكشي بيدك وانا لا زعمت زعمت نزعم في شي 10000 درهم يلاه على 10000 درهم شي ندير في القبول يلاه تنبيع شي خيط زعما ماما حاطه تحت منك حتى حاجه هو ماما هو صافي كل عدو رفقه ايوا سير اختي اصلا انت عزيز عليك الفرزيات كتعزيز على فاطمه زهره اكثر مني انت عاملي كيجبد عليك بنادم الفلوس كتبقاي تقولي الفرزيات كاين شي كليان شتك ابتسمتي وضحكتي كنعرفك بنيتي عاملي كتبتسمي وضحكتي كنعرف شي حاجه جايه في الطريق مسكني حبك يا روح الروح مسكني وتعبني مع الحسد مسكنك يا ريت نندك وقلت لك مالك تسكري غاري غاري والله فرفش والله فرفش والله وليتي مغرب والله ما في مشكل بس ما قلت لنا شو اسمك اسمنا خالد السكراني خالد القحطاني القحطاني ايه القحطاني هذا اسم على مسمى تدرين شيء والله انا في السعوديه ما بشرب هوك ما بتشربوه والله العظيم هي في المغرب بتشرب هوك المغرب قمير ونسوان وقمير والله 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 قمير مرحبا بك في بالمغرب انا ما بعرف بحكي بامارات ما في مشكل ما يخالف يا قمير يا سمار اللون شو بتشتغل شو شغلك ما في مشكل والله بكره اجيب وحده من الرياض ان شاء الله ان شاء الله يا رب ايه عندك رياض لا في الرياض في السعوديه ايه في السعوديه بلدهم اسمه الرياض ايه من وين في الرياض من البوادي تدرين البوادي لا ما بدري انا من البوادي ما عندي فكره صح ما عندي فكرة. ما في فرفش ما بتشرب الفتيات ما بشرب بشرب بس لازم ترشرش بدي مصاري ايه ما في مشكله ما يخالف يلا والله في مصاري يا جميل يلا هذا المصاري خذ المصاري هذا المصاري هذا المصاري خذ المصاري يا مصاري تحب المصاري؟ تحب المصاري كثير كثير تحب المصاري انا اتصل بالسواق بتاعي ايه؟ بيجيب مصاري هلا اوكي يلا نفرفش اشرب 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 يا حلو اشرب حياتي يا بعد قلبي ارقص 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 غني لنا يا ابو خالد كبر من مغرى من بخليجية انت عتقيني مالك عندك شي دولي براس موجوده ليا شي وحيداري لا كبنتي شكون يضرك في راسك وداك مروان مالو واختي لصقه 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 وعلاش
وصافي قلنا ليه الله يعاون صبرنا ونصرنا قلنا ليه بسلامه قال لك لا هي اللي ما تكونش كي ما بقاوش عندك الفلوس اش غندير به مازال ايوا صافي اختي الموشطه بس وقع له بحر هو ما بغاش يتفاهم كاع ليه يفكو بغيتيني نمشي ليه نمشي ليه قال لك الله ملي كانوا عندي الفلوس كنت تقولي لي الكبيده والحبيبه إيه؟ دابا ملي ما بقاش باغا تسوسيني من الاخر قول لي اش بغيتك ندير صرف عليك انا انا ما اختي عطى الله اللي عندهم الحل بعطى عندهم الفلوس بصراحه طلعتي في فراسي ايوا هبط غريبي وقصيت صافي فوتي الا ما بغاش يفوز دابا نمشي ليه انا ندردك عليه ما كاين شي حاجه ما جيتك ولا والو والساعه ما كاين والو قلبي تيايا قلبو حنا ما نرتاحوش بنت قلبات على شي حاجه ولا باقا عاديه قالت لك بغات شي قبول وقلت لها ملي قلت لها الفلوس بدات تبكي عليا ايوا منين جاني تنبيع شي خاتم انت هذيك واحد عفريته هذيك هذيك بنتك مكمله عليا وتسنى ودور معها تعاون شويه المهم انت راه مابقاش هازه كلشي عليا انا بوحدي وانت راكي كتعيقي عليا ايوا سير دابا كوني هانيه انت على قلبي اللي عايشه في اجتماع اخر وانا معاك دابا شحال وصلت مع مروان شحال مخبيه ليا وتم نحسب المراه كتعطيني وكنخبي راه بلا عداد ما نقولش لك يا كاين كاين تبارك الله الخير والبركه خمسه وخميسه بنيتي ما عينا ما عادش مابقاش بغيت نحسب حيت ملي كنبقى نحسب نحسب انا ما كنبقى نقمر على حتى حاجه ولكن الحمد لله راه خير من رزق تقول لي بنيتي شكون رزق ياك بنيتي وتضربك زيدي بجدي بيدك حسبيه وعيدك وتشوفي شحال زيد خصني نحسبو رزق زيد اختي ولكن ها ها راه عندي فيه شي حاجه ما انت هما كلشي ديالك الله يحفظك واش عارفه عارفك حبيبتي يلا زيد نحسب نمشيو بحالاتنا جلسنا سهرنا خدينا فلوس نمشيو بحالاتنا ويلي فين هما الفلوس اللي جات البارح اويلي حال ماشي نصب علينا وداري لنا صب وراه باينه نصب علينا باينه على انت كدبري على كدبري لي انا الكوفر كتضع صاحبتي فيك الصباح خلينا نركز باش غتركزي اش غتركزي الفلوس راه مشاو صافي باح وصاكي تليفوني وفلوس ديالي مشات ديالو سكتي سكتي تليفوني الايفون يلا واخد هذا ليا ويلي الفلوس بيا هنا صافي وليت كنحلم من عطاني دوك المصاري وليت كنحلم وليت كنحلم عباد الله ويلي عندنا فلوس نرزقنا الدارينا تا ديالنا كون خلى لنا ديالنا سكتي 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 انا راه كيهز في قلبي ولكن زيدي زيدي نمشي نسولو العساس هنايا هو اللي غيعطينا الخبر زيدي قدامي وانت غادي انت غادي نوضي ما تجيب لنا الخطيات ها اختك مانا نعم سمحي لي تعطلت على كمانة اش بغيت اخويا باش نقول لك اختك فاطمه زهره ما دارت فيها ما يصلح مالا اختي اش دارت لك وقت معاها وغادي معاها بالصفه والنيه في الاخر مشات وخلاتني على قبل قالت لك حقه ما حقه انت ما عندكش ولا هادي وهادي ورا قالت لك الصح مالا كذبت عليك واش عندها دير براجل ما عندوش ورا الفلوس كيجيو مع الوقت لا خويا حنا ما عندناش هاد المقوله ديال الفلوس يجيو مع الوقت كنبغيو الفلوس اون ديبار ياه اييه يا قول لي نتوما صحاب الفلوس وانا ما فراسيش كاين شي واحد ما كيعيش بلا فلوس وهي الفلوس مهمه ولكن انا رزقي قليل على قد الحال وسير قلب على شي وحده حتى هي باغا شي حاجه قليله اما حنا مولفين بالخير وكابرين فيه واخا ما قلتي عيب علاش بقات كضحك عليا فين ما نخرج معاه نخلص على فين ما نخرج خسر داكشي اللي عندي في الاخر دير ليا ضريبه درت لك ضريبه كون جيتي عندي انا كون درت لك ما اكثر حطات عليك موس الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذو فيك انت الله يهز حامي وحط عليك واخا اختي سمحي لي انا اللي حمار جي كنتشكى ما اختكش انا بزاف عليك تنكون عندي خويا بحالك علاش نتوما بحال هكا علاش علاش كتمشيو مع الانسان تمصاو ليه دمو تاخذوا اللحم وتلوحوا عظم اش من اللحم فك تبعدا انت اصلا من نهار عرفناك كنت عظم بصح ما كذبتيش داك نجيبهم ونعطيهم مليح نجيبهم ونخرجها قولي فيا اللي قلتي فيا نساهل حتى واحد ما حط عليك موس وقال لك ارا انت كنتي كتعطي كان عاجبك الحال صافي كنت كنصحابها بنت الناس لا هي بنت الحرام مزيان هادي بنت الحرام بزاف عليك كي باينه فيك شاطه ماما بزاف عليك الله ياخذ فيكم الحق في هاد النار شلل فمك عاد جبد بنات حسنة ندمت علاش اتصلت بك كاع سر الله يلقالك وجه اللاطة Thank you.
كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبتي، الله يحفظك لهلا خطيك عليا. اييه مرحبا الله يا ودي. ساعودي ساعودي زعما متيقنا صافي. ويلي مال اختي بناتي، انا يا بغيتهم نشوفهم ديما الفوق الفوق. جي مرحبا بك وجيبيه مرحبا بك، اللي عجباته غادي ياخذها. واش بعدا واش كاين شي العاقه ولا غادي عاه هكاك عا سعودي بالسميه؟ هو صافي صافي. وتشوفي انا ما كدبتكش وما عارفك واثقه فيك. صافي حبيبتي مرحبا مرحبا. صافي انا غنجي ونقولها للدريات وما انا اللي نهضر ماشي هما. صافي انا غادي نعلمهم وجي مرحبا بك. صافي سرت صافي انا نتسنى. يلا سير. الحمد لله سعودي بغى يخطف وحده في بناتي. والله الا لها وتا هادي كنقول اللي كنقول لكم شنو نتوما راكم غتهزوا لي راسي الفوق. تفضل يا شيخ. يا هلا والله يا شيخ. عمي دور معاك. دور معاك؟ مرحبا ولدي. سير صراحة كتفرق من مال امك يا كلب. عاوز نصدع يا شيخ. عاوز نعمل خير. صدق صدق من مالك؟ اسمح لي يا شيخ. وين نروح يا شيخ؟ نروح هلا على الشغل. بعدين عندي مقابلة مهمة مع ناس. مرحبا الشيخ. تفضل يا شيخ. يلا نروح. كملي لي اهم شو سهروا وشو وقع؟ شنو تعرفات لك على شي حد تما كاين لاباس عليه؟ قالت لك اختي هازني من اتل زيد. ياك ماشي شيخ. هو راه اجي ولكن اختي راه عنده فلوس. وبي لا لا انا ما عنديش اختي من داك الشرف. نضيع شبابي في شارف على قبل الفلوس. لا اختي نضيع انايا مشا شبابي نفنيه، مهم فلوس يبرعني ذهب واختي ودوره وتسافيرات. نوض انت راه طماعه فوق من القياس. قمعي وشبعي. ايه راك علي منقير سنطوليا. واحد خويا جيبها لكم. اش كاين ثاني؟ ياك ماشي شارف خور ثاني شي واحد تزوجت. قولي 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 ترى واحد السعودي باغي يتزوج. انا بغي يتزوج بيا انا. علاش شكون وحده فيكم؟ علاش ما كيبغاو الطوله وكيبغاو الرق ما كيبغوش بحال هكا. واش كيبغي واش كيبغي واش فوق بعدا ما يتعجب. تسالي شوف السؤال مع عندك خويا تخرج معاهم هكا الطوله والتجريده. واش كيسيري كاع ما يبغيو كاع بحالك. علاش اختي ما نرجع عند السيده نعيط عليها ونقول لها اختي ما كاينش عندي البنات للزواج. خليها تجي هو يختار العبايات ولا كيدير الزيوفه ماشي بحال هي. شو كيدايره طالع لهم داك الشيء في راسهم العبايات. واسكتوا واسكتوا يسكت لكم الحس بيتو كضربوا باقي السيد كاع ما جا غادي غادي غتهربوا بلا 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 مجيان. ورا بنتك ورا هي غادي تسمعوا لي ولا غنموت بحال هادشي. قول يا ما قول اقول هكا يلا سدي فمك الخطا انا اللي غنسدو لك باب المخده. هي ما تدوريش فيها دوري فيا انا. حيتي ما كتسكتيش. انا حوايج صغير واسكتي. عيطت لي دابا حاجه عتيقه قالت لك راه واحد السعودي جاي من السعوديه راه فوق العاقه راه باغي يتزوج. هو دابا اللي فيها النصيب راه غادي ياخذها. باينه غيجي فيها النصيب. لكن نبغيكم عاد تكونوا لالا ومولاتي ماشي عاد دعوه فرحانين دابا وما عرفتش شنو باغي. جيبي غير السعودي وما يكون خاطرك. ايوا ها هو جاي. غنخليه يجي لنا للدار نهار السبت. والله يخرج يختار ان شاء الله انا. سنطوليا نهار السبت بغيتكم احسن حاجه تلبسوها احسن ماكياج ديروه احسن كوافوره تشوف عندها اللي زين زين وخا عمه من اثنين اثنين. ايوا السبت بينانا وحنا غنشوف. يلا وانا غادي نوريك افاطم الزهراء شكون غادي يعزل ونوريك القدرات ديالي. يلا الله يخليكم على ابو الخلا. الحمد لله بينا درنا فلوسنا كاملين. شوف شوف هذاك العساس راه كان كنضحك معاه البارح اذا غيكون كيعرف. ولا كيعرف اختي زعما غيقول لنا الزهراء ولا ما كانش شنو غنديروا ليه الشو مالنا غير ربحي يا دبحه زيدي تحركي. انت اللي جيتي لهاد البلان انت البلانات كاع خاوين كتجيبي سبحان الله كتقولي هاوته تعاود ما هاوته ما السوي ياك بالك انت راه شراش وانت تضحكي لي تبان سنانك زيدي تحركي زيدي. سمح لي يا خويا نسولك. وي اختي مرحبا. داك السعودي اللي شتينا معاه البارح داخلين هذاك هو كريسانا ودارنا فلوسنا كاملين. وانا اختي مالي انا راه هذاك الشيء الله يعمر دار فهمتي. كيفاش الله يعمر دار هو دار لنا فلوسنا ودار لنا وكشي انا راه كنعرفو كاري دار هنايا
هادشي اللي كنعرف عليه. كيفاش كاري الدار؟ واش دار ولا كاريها؟ كاريها. هو الا كاريها اختي شي مالك تغوش علينا في اللي كنعرفك شي غادي. وخويا دابا حنا هضرنا معاك غير الا كنتي عارفه شي حاجه قول لنا. شي غنقول لك شي كلمات داك السيد الله يعمرها دار انا كنتعامل معاك تعامل معاه شحال من مره كيجي كيدبر عليه 1000 درهم 2000 درهم منك اللي خويا راه شرينا تليفوناتنا وسيكانا وذهبنا كلشي مشى. وانا قلبي عليه انا مالي ندير لك شي حاجه ولكن انت شتينا مع البنت انت كضحك معاه ورينا فين وانا شكرا اختي انا راه كاردي انا ماشي حاده كنت وهو سير اختي دابا كيفاش هضر شويه سكتي ردي رزقنا فينا بشويه تجوي فينا حنا عصا مجوي كبلنا نجي علينا درينا فلوسنا وذهبنا ودرنا تليفون اختي منك لي انا مالي انا واش انا متفقه معاه انا خويا انت عاب شويه بشويه قول لنا خويا انت عارفه فين ساكن قول لنا فين كاين وما كنعرف وجه اختي اللي كنعرف انا كاري دار هنا سير سولي الناس وكتفرنس لي وفرحان بيه ورا ما الا فيه اختي انا ما بينو وبينو غا الخير زيد زيد يا خويا حتى ما تنفع ما الدرع عصبتيني كاع يا خزي نوري عاوجي انت على تريكه كي مديره شوفي اختي سناء انا بان ليا سعودي ما عندو ما يدير لنا شوفي شحال عطانا هاد الهديه اللي فلوس غنديهم لينا شوفي انا اختي كيبان ليا ان هذا الشيء غير شي واحد عارف هذاك السعودي كيقضي غراضه وكيخرج يمشي في حالاته ودخل نصب علينا الدراري الله رزقنا اختي والله ما فهمت انا شي حاجه حتى انا داك الشيء اللي قلت في راسي قلت انا مستحيل زعما غيدي لينا فلوسنا ويدي لنا ذهبنا هو يا شوفي شوفي البارح شحال ديال التيار شرش على ديك الشيخ المهم شوفي انا بالي يا اما شي واحد طلع علينا مني هما خرجوا وصيفطوا داك العساس ولا شي واحد ساكن تما عارف انه كيمشي في حالته في هذيك الوقيته وحنا نعسنا اختي والله ما فهمت شي حاجه المهم سير سير اختي نتمناهم الله الخير حسبي الله ونعم الوكيل كيف احوالك يا حقه حسنه بخير حنايا كيف البنات الحمد لله كله تمام الحمد لله والله تمام يا حقه حسنه الحمد لله الحمد لله ابغي اتكلم معاك مرحبا مرحبا ابي اقول لك يا حقه حسنه انت تعرفين اني انا عاوز اعمل مشروع أيه؟ في المغرب ايه عندك فلوس بزاف باش دير المشروع الحمد لله فين مصاري كثير الحمد لله ما في مشكل في المصاري الحمد لله وبعدين ان شاء الله اريد اتزوج ايه مرحبا اريد اتزوج مغربيه مرحبا مغربيه طلع عمرها دار بعرف يا حقه حسنه المغربيات والله اجمل نساء الكون اه جاي وجهك المنور الله ينور وجودك والله تستاهلين طقم اسنان يا حق حسنه من سويسرا طقم اسنان ذهب ذهب خالص طقم ديال اسنان بالذهب ذهب خالص ان شاء الله تستاهلين يا حق حسنه والله ما يخالف ان شاء الله هنكون عيله واحده ان شاء الله ان شاء الله بس في مشكله يا حق حسنه شنو ربي ما يجيب لنا شي مشاكل انا ابغي قبل ما اتزوج ابغى اكمل المشروع حقي ايه اللي بغيتي بعدين اتجوز اللي بغيتي المهم تعرشم ما في مشكل ما يخالف يا حق حسنه كيف سمعتي ايش قال لي سكتي دابا اش بدا الزواج باقي ما جبت حتى حاجه حيد راه باينه غيعجبك ما عجبكش بغيتي اختي تحل زين الستين ديالي هذا ما كيعجبكش انت لا اختي الستين ديالي جاني كنبغي الطاوله مالك اختي انت عاوتاني تبغي داك الخلاط انا عزيز عليا بحال لا اختي ما عنديش انا مشكل ممكن يكون عنده فلوس اختي هذا ماشي الستين ديالك انا بغيت ندور قاع تجي معايا ما عنديش تجي مالي هاد الشعر باينه غنعجبه والله اختي شحال زوين ما تنساش من هذا والله ديك شعرك حيد راه عاد العوده الله في خداك والله ما كيكون لك غيكون لي تنكون لي والله تنكون لي تنكون لي انا شوف نقول لك والله في خداك انت غناخذ الضوء انا وزرق لي العيني شوفني زرقا ما يبغينيش ما كرهتش تكون هرس لك الرجلي ما تدخليش تشوفيه كاع شوفي اختي كدير فن تبارك الله شوفي اللحيه بقى شوفي لي حاجه داكشي اللي كنحمق عليه بقى شوفي فيه راجلي سير راجل خطك ان شاء الله مستقبلا سير غيكون هاد سيبك سمع اش كيقول ليها قال لها المشروع حقي مش مشروع صعيب هاتك فاطمه زهره جاب لك الله كامل راجل كامل مكمول بالمشروع بالطوموبيل اختي سمعي من بعد جوج كلمات ما غنبقاوش دابا ندوز في الهضره حنا غنشوفوا هو شنو غيعزل شوفني يا ربي يا خويا انا يا ربي
السلام عليكم. السلام. واش تري؟ انت متشكي على الطوموبيل محلوله ما مرقتي ما والو. زعما انا غناكل واتا تاع صاحبي. وصاحبي انت حنا مشينا جينا قرعه الماء وجينا لقيناك داير روينه هنا. اش من روينه؟ شوف غنقول لك واحد الكلمات الله يرضي عليك، حتى الماء غتولي تشوف شي حاجه كبر منك. خويا انا كنتسنى في حبي انت غتهبط عا باش غنتحرك من هنا مزيانه. وانت كتسنى في حبك ولا ما كتسناش في حبك؟ انا مالي اخويا انا واش انا كنعرف حبك ولا كنعرفك انت؟ سير خاطيني تشي ساحيد من حد الطوموبيل. ان شاء الله ما غنتحرك من هنا حيت انا اون فاس مع الشرجم. اين فوا غادي تهبط ولا غترخصني نشوفها؟ الا ريحتي بلاصه اخرى ما غاتبانش ليا وحط راسك بلاصتي اخويا. خويا الزوين عرفتي لهبط المعلم دابا ولقاك متشكي على الطوموبيل. شكون هو هذا المعلم ديالك؟ ما كنعرفك لا حتى لا معلم ديالك. انا انا خدام مع واحد السعودي. انا حتى دابا انا مغربي بحالي بحالك غتفهمني وغنفهمك. الله هبط السعودي ولقاك كدوي معايا بالطريق ومتشكي لي على طوموبيلته غتولي معايا في شي حاجه اخرى. اللهم سير اخويا غير احسن لك. خويا في سبيل الحب نمشي للحبس انا. لا حول ولا قوة الا بالله. وصاحبي واش بغيت تخرج ليا على خدمتي؟ خليني اخويا كنترزق الله على وليداتي. خويا ملي جيتي وانت كتزن واش دير اخويا بعد مني؟ وانا ما غاديش بوت البيت هنا اخويا، بدل ساعة أخرى بما تهبط وغادي نمشي. انت ندوي معك بالحق الله يرحمك الوالد. انا اخويا غير في دور ديال واحد السعودي وكنسوق به شي فور ديالو. أه؟ الله يرحم لك الوالد غتحرم لي رزقي وغتولي حتى غادي للحبس. اللهم انت سير وقف في شقون. ساعد ساعد الله يرحمك. يلاه سير عطيني شي ساعة. ديري على لاصقاتي يا ربي السلامة. مشينا جنا قرعة الماء وحلت ولينا. أهلا أهلا أهلا. السلام عليكم. هلا 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 وغلا وش لونك؟ ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. ما شاء الله ما شاء الله. زماني يا ربي زماني ما شاء الله. كيف أحوالكم يا ربي؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. كله بخير. كل شيء بخير. تمام. تمام تمام. شو اسمك يا حلو؟ فاطمة الزهرة. فاطمة الزهرة. أنا فاطمة الزهرة. أنت فاطمة الزهرة. أنت اللي مغنين عليك. أنا بنينة. بنينة. يا منال. فاطمة الزهرة. ما شاء الله ما شاء الله على الجمال. والله بيقولوا المغرب في نسوان حلوين. احنا الحلو كله احنا كله الحلو. السعوديين في الرجالة زوينين. ماما كتعيط لك واقيلا. هلا وهلا. في مشكلة؟ لا في مشكلة. اسمي خالد القحطاني. اه على خالد القحطاني. الشيخ خالد القحطاني. ما شاء الله ما شاء الله. انا من الرياض. كيف عارف فين الرياض؟ ايوه ايوه الرياض. بشوفها في المسلسلات. بالبوادي. تدرين البوادي؟ عربية. حي البوادي. لا لا ما البادية. البوادي البوادي. بوادي. متشرفين. تسلم لعيونك. خاصك ساكن برياك انا قابلة. براك؟ ايه خصني ماما دارك في المغرب قالك برا كيف برا إيه دار دار خا ما يكونش دابا لا ساكن بالعشوائي لا لا احنا في السعوديه ما في ما في عشوائي ما في عشوائي ما في عشوائي في فيلات وقصور في قصور وفي فيلات وفي مصاري ما شاء الله وفي كل ما تريد قلبك يا حلو فريد ذهب 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 بدي ايفون ان شاء الله اجيب لك ايفون بس ما يخالف يا حلو وانا وانا انا ايفون احنا في المغرب معروف علينا بالضيافه والكبرانيه غنوجد لك واحد كويس اتاي مغربي حر وواحد كعب بزاف تسلم العيون انا اللي مصيبه تسلم العيون تكذب لا شريناه من شريناه من 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 المخبازه تديني رقم تليفونك ماما نقول لك واحد جوج كلمات ما غاديش نعاودو بشي في هذا الموضوع غتشوفوا منال وحده اخرى اش اللي بغى يسمع يسمع ماشي اش كاين ناري الراجل السعودي غناخذو انا اللي كتبت ليها غتاخذ غيكتب ليا عندنا هما هذا هو اللي غادي يختار ماشي انت اللي غادي تختاري بين عجبته صافي اللي عجبتيه راه غادي ياخذك ما عجبتيش غياخذ اختك المهم عندنا هي بينكا علاش انا ما نعجبوش يلاه غندخل فيها ندخل الصحه هذه بينا بينا انا اللي غادي نعجبو ما عندناش مشكل اللي تقدم ليها مرحبا به واللي كتبت ليه راه غادي ياخذها شنو انا بنت علي شنو كنت بغيت ندير الذهوبات والبيت على الجيش بحال بحال الا خداتو اختك غادي ديري الذهوبات وكنا غنديرو الذهوبات راه صبري على راسك انت ما كنزري طمالك انا حنينه اما فاطمه الزهر انا نيه وعزيز عليا خلاص غينفلا وتي التقيله حتى وحده فيكم محنينه الزيات يلاه ودور كما اللي سالي نقول لك انا راه غادي ياخذ فاطمه الزهراء دابا هي الا دارت الذهب غتجيبو لك ماشي بحالي انا الا درت الذهب نقدر نقدر ما هي كتجيبو لي وتعطيه لي الفلوس اللي كاين لي كلهم كتجيبهم ليا
هي مسمومه كتبغي راسها. يا ودي انا اللي مسمومه، انا اللي كنبغي راسي، انا اللي ما كنسواش. الله يرضي عليك، ها صبري شي على بغاتك ما نزيدو مع الخير، حنا ما عندناش خاسرين. شي امينتي ما كتبغينيش، شي ولاو يبغيني انا غدوريه وتكلبي في المنظر دينا ما هضرتي. يا ربي ما يبغيهاش، يا لا لا يا ربي يبغيها باش يهنيني منها. يلاه يا ربي تسمع منا يا ربي. يا تنسولك شي انتي كتصلي بلا وضوء؟ دائما كنقول لك وغنبقى نعاودها لك، حيت دعواتك ما مقبولينش. مين كتقولي فاطمة الزهراء كتصدق ليها؟ وانا راه منحوسه. حيت اصلا انت منحوسه، حيت كوكتي ديال النيه كوكتي ثقه في مهمتك، غيسهل فيك الله. دوزي سير وحط البصل. انا صفيت نيتي، ما كتصدق ليا ما صفيتهاش، ما كتصدقش يا ربي. عطيتيها ليا عليانه، انا عطيتها لك بالمخوار ديالهم حوايجها. سيدي حتى الحال شي يكون بقى سيدي عبد الرحمن باقي زعما ما سدوش وداروا لي هادشي الجديد. طيب تمشي نعوم في شي عوم مع الله. الله لا باقي مخلي البحر، البحر راه ما حيدو. سيري عومي فيه تيدي والديك. سيري حطي الطاسه ديال الحلوه غادي تشوف الاولى. سيري غصبك ان شاء الله. واه يا ربي واه يا ربي واه يا ربي. تدرين شي وجه الخير؟ شي والله جمالك بيجنني. الله يكبر بيك، الله يعطيك العافيه وجه الخير. انا جبت لك ساعة دهب. ساعة دهب. الله في سلسلة دهب، في كثير من الدهب. تستهلين يا دهب. ما شاء الله، من هنا غتولي تلبس الدهب. تدعي لي قشقش. الله يسهل عليك. صحة وعافية. الله يعطيك الصحة. كفو كفو. شكرا. ما يخالف، والله ما يخالف يا جميل. هادشي كلشي ليا. كله ليك. شكرا الله يكبر بيك، الله يعطيك ما كتمنى. سهلين كل خير. وبدي اقول لك شيء، باقي هدايا كثير في السياره، كل ما تعيزين يا حلو يا جميل. مهم خلينا من الهدايا. قالت لي ماما انك بغيتي تزوج بيا وندوز زعما في الزواج، وراك عارف حنا في المغرب ما كنبغيوش داك خد زيت الريط، يعني نديرو العقد ديالنا ونتزوجوا. يا مرحب يا مرحب. اقول لك شيء. قول لي. لما اسوي المشروع حقي ان شاء الله يكون خير، عشان انا بدي اكمل المشروع. مشروع هنا في المغرب؟ ايوه مشروع في المغرب. ديال ايش؟ بس يخليها مفاجاه. مفاجاه؟ لما يكمل المشروع اقول لك. انت كلك مفاجاه بالنسبه لي. ما يخالف يا حلو يا جميل، تستاهل عيوني الاثنين اديهم لك. مو داب انت اللي كتسهلني انا كامله ومش عينيك. شو بتشربين؟ عامله دايت. شكرا. ريجيم. ريجيم. انا اشرب قهوه. ما شاء الله ما شاء الله. جارسون. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير. اللهم لك الحمد. ما دراش مني قالت صواب كان واش فاطمه الزهراء؟ ما كايناش. فين مشات؟ ناعسه. واش ما كايناش ولا ناعسه؟ ما كايناش، هي ناعسه بحال بحال. ما كتبغيش نفيقها يعني ما كاينش. نفيقها هي خاطر بغيت نهضر معها، حيت انا صبرت بما فيه الكفايه وهذا الليل. لاش اخويا غادي تصبر؟ مالك واخدها؟ وا بنتك يا عرس قد داتها لي يا خالتي. وصحتها وراحتها وتستاهل. ايه وانا ليا شكون انا؟ ليا الله. لك الله الحبيب. وهذيك البنت انا رزقي كامل كل مره عطاها مليون جوج ثمن طوموبيلتي بعت عليها ودها، واشنو مراه بحال من هادشي كامل؟ قالت ليها رضا شكون اللي ضربك على يدك؟ جات عندك شاف راسك بيدك باش كتعطيهم ليها. هاكا قولي انت اللي موصياها. انا اللي موصياها. واقف لي بنتك الله يرحم لها وبنت ما كايناش بنتي. وسير حسب الدروج. علاش نحسب الدروج؟ علاش نعم اخويا شوف 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 يا اخويا ما كنعرفكش. كتعرفي ماما هنا؟ ماشي انا ما عمرني شحال كنت باش كتش عارفيني؟ لا ملي كنتي تعيطي لي مروان خاصني نقول لك غدا نجيبهم لك. بغيت الكردة ما رضيت حتى هي ما رضيت. دابا ملي خويا جيبي باش تلوحيني. يا اخويا انا ما عرفتكش وعمري ما غنعرفك وعمري غنفكر نعرف شي واحد بحالك. يا ويلي انا نشوفك انت. فاطمة الزهراء نسيتي انا وياك شحال مره كنروحو في القهوة. كتنسى هي عندها فقدان الذاكرة كتنسى. ولكن هذيك الاخرى الذاكرة لا 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 ما عنديش. ايوا خويا لا لا يكون عندك اخويا انا اللي بيني وبينك سالي. ويلي ويلي ما عندك ما دير الذاكرة. سير اويلي سير. ماما راكي عارفة هذا سير شي حاجة مهمة. سير بغيت نكمل عليك سيدة ربي سير. حاجة مهمة. ايه انت مالك شتي بغا يدخل معانا؟ ما عرفت شيل المعرفة صح سير بنيتي كمل. يلاه سير معاك. كرم لا حيديدك خالتي. سير عندك شي حاجة. خالتي بنتك راه دارت لي فايتي خالتي. حياتي
حياتها هذه؟ واش حياتها؟ واش انا رتقي كامل عطيتو ليها وتقولي لي حياتها في الاخر انا دير لي ضريبه؟ وشغلك هذاك اخويا؟ حنا مالنا ضربنا على يدك نهار الاول؟ انا اللي حمار، انا اللي حمار بعت عاود الطوموبيل، قالت لي عندي مشكل، مشيت بعت الطوموبيل قلت لها هاك. خلصك اوليدي الله يرضي عليك وبارك. الله يرضي فيكم الحق. ولد الناس صوت. ولد الناس. خصني نكون ولد الحرام معاكم انتوما. سير اوليدي. كون ولد الحرام شكون ولد الناس. وعطيني دابا رزقي اللي كانت سالبه. وانت سير شي حاجه ولا غندير صبعي في ودني نجمع لك الجوقه ضربك عليا وجهك سير. فلوسي. سير يتبعوك. سلاي قلب لا. ما إلا قال لك عطيني فلوس. فاطمة يا بينينا كاع ما حشمتي بينا. يا ويلي هما اللي حشموا بينا ملي وصلتكم هذه حتى لهي. عشان عيونك أنا حافظت الأغنية. لا يخطيك عليا، بارك هادشي اللي كدير عليا وخلاص. كيف أحوالك يا فاطمة؟ والحمد لله، راك عارف حنايا مضاربين مع الوقت وصافي. تعرفين شي؟ نعم. والله جمالك جمال. أدوب أنا. وصافي ما تحشميش، أنا راه كنحشم. هدية ليا. هذا الهدية بحقك عشان عيونك الحلوة. هذا خاتم. هذا ذهب؟ خاتم ذهب من السعودية. ذهب؟ مش كيجاني زوين زوين ياك؟ اجا زوين زوين. انت اللي جميل. هلا يخطك يا ربي تعيش وتجيب ليا. انا كان كان كنحب الهدايا وايد وايد. ما في مشكل، ما يخالف يا جميل، تستاهل كل خير. هلا يخطك، ما قلتيش ليا فوقاش غادي تزوجني زعما؟ انت تعرفين هلا انا بسوي المشروع حقي. ايه الله يكمل بالخير، عارفه كدير مشروع، ولكن الزوج جابوا المشروع. لما تنتهي الاشغال هتجوز. ايه زعما مني سالي البروجي سالي المشروع ان شاء الله. باذن الله. والله يكمل بالخير يا ربي ويسالي دغيا. والله لا صراحه انت ولد الناس. بس انا عاوزك تكون معايا. انا معاك، انا معاك حتى نموت انا وياك، معاك ديما. بدك ما تفارقيني دقيقه. لا قبل انا من عيني هذه قبل هذه، انا غير امر غير تليفون تلقاني عندك. تسلم لعيونك الحلوه يا جميل. الله يخطيك عليا. الصراحه انت ولد الناس وظريف بزاف بزاف والله وكريم. كتجيب لي ديما الهدايا. لا انا خالد مو كريم. لا زعما يدك فرطه فرطه زعما كتصرف بزاف. ما في مشكل ما يخالف يا جميل، عشان جمالك الحلو انا بديك اللي بتريدي. لا يخطك عليا يا رب. الحمد لله ربي نصفني ديال الشميت الحمد لله. هلا انا خليك عندي شغل بعدين اتصل بيك. واخا يلا بسلامه، خليت لك الراحه وشكرا على الهديه. صحه وعافيه يا جميل. بسلامه. تسلم. يلا نروح يا ايوب. مرحبا بك. حياك الله. والله يا حقه حسنه. مرحبا بك. انا بدي اقول لك شيء. مرحبا. حددتي موعد الزواج؟ عشان الزواج. مرحبا. في مشكله؟ لا بالسلامه، انا اللي جبنا مشاكل ياك. ما سمعتي عندنا شي حاجه؟ لا والله ما في مشكله منكم. وشنو المشكله في المشروع بحقي؟ ما عشان الشريك اللي كان معي مو عاوز يتكلم. علاش؟ عشان ما في مصاري. عندك تولى عنده هو ما في مصاري عنده عشان نكمل المشروع. بلاش بس انا عاوز اعمل مشروع هون في المغرب. مرحبا بك. تو المغرب راه عندنا بلاد زوينه دير فيها المشاريع اللي بغيتي. عشان هيك ارجع السعوديه اجيب مصاري وبعدين ارجع عشان ما في شريك جديد. وغتمشي للسعوديه ولا ما تزوج بنتي؟ ابحث عن مصاري ولا ابحث عن شريك يا حق؟ المشروع بحقي هيروح وانا دافع فيه مصاري كثير. بس بعدين انت اللي غتروح، الا مشيتي راه ما عمرك ما غترجع. كيف يا حجة حسن؟ شوف لا بان لك واحد الفكره ندخلوا معك حنا شركه. لا والله ما بي. شحال قدك ديال الفلوس؟ ما بي شريك والله، ما بي شريك نسوان والله. لا واعتبرنا حنايا بحالنا بحال الرجاله. هذاك الوقت هذه المره ديالنا عندنا حنايا اللي عندنا الكلمه على الراجل. انا في السعوديه عندي مصاري ما احتاج لشريك. شحال قدك ديال الفلوس؟ شحال كان غيدخل معك هذا الشريك؟ 30 مليون. ما في مشكل يا حق حسن. شوف انت حنا عندنا 20 مليون نعطيوها لك ودير المشروع ديالك ودير الزفاف ديالك والعرس ديالك
حتى تمشي للسعوديه وبنتي تصيفطهم ليا. والله ما ابغي مشاكل يا عافاك 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 الله يعطيك الصحه. يا ربي قبل لا مشيت تمشي للسعوديه والله لا باقيش مين علي ولا قمرني. تمام يا حق حسن صافي تمام تمام ما يخالف ما يخالف ما يخالف غنعطيوك هاد الفلوس ودير العرس ديالك ودير الزفاف ديالك ملي تمشي انت وبنتي للسعوديه انا بنتي تصيفطهم ليا ان شاء الله. ما يخالف يا حق حسن ما يخالف. وين هم البنات؟ راه هما اللي كيوجدوا الماكله. داك اللي كتعجبك الكسكس والرفيسه واللحم بالبرقوق. في كسكس اليوم؟ في كسكس، في اللحم بالبرقوق، فيه السفه، الدجاج محمر، كلشي وجدنا كاع داكشي اللي كيعجبكم. ربنا يحفظك يا حبيبي. الله يمنعك. اش بالك فهادشي اللي سمعنا اختي؟ شوفي غير ما تنقلي على الاقل نتفاهموا مره واحده، نجمع الفلوس ونعطيها ما غيفوتناش وبينا تاع قلبنا. ياك اختي نغامر. اختي لو ما حنا نكونوا شركه معاه حيت حنا نوليو لاباس علينا ونطلعوا للفوق شويه. شوفي نخليو داكشي اللي كنديرو ابا حتى حنا ولاو اللي عندنا ناصيب واللي عندنا الفلوس راه حاجه اخرى. زين خير خير ما صدقش نمشي بحال هكا عندنا رزقنا. صافي نجمعوا الفلوس ونحطي شي حاجه ما جمالي وصافي. ولا اختي انا راه جامعه عندي 12 مليون. ايوا صافي ماما برك تفوع علينا حكا فاطم زهر. فاطم زهر كتجيب كتجيب كتجيب. انت شحال جامعه؟ اشي بركه شو بركه قلت لي ديري تحت منك انا راه نصرف على امك ونصرف على غيرها. سيري خليني نكمل تصنات في الخلابه. سيري سيري شوفي اختي انا عندي 15 مليون ما كتبتش لك. خالي تغبر غبره وحده. وفين هو السعودي امي؟ اش نقول لكم راه غتفكروا راسي كيشوك عليا. الله يصاوب صافي. الو الو فاطمه زهره بخير؟ اش بغيتي تاني؟ بغيت نشوفك انت ومالك. ليش؟ بغيت نهضر معاكم في واحد الموضوع مهم بزاف. اش بغا؟ واخا دابا نجيو. ولا جيتي غيعجبك الحال. في فلوس؟ اجي وغتعرفي. صافي انا جايه. لا سلام. واش نفس السعودي ولا مروان؟ واش بغاك نشوفك؟ تيجي بغيت نشوفك. اش بغيت نشوفك؟ منال صافي المزلوط هو نشوفو حالة. ما قلت له واش فيه فلوس؟ قال لك كاين فلوس. بلاتي بلاتي منال مروان قال لك انا وياك. ايه واش بغاكم اخوت؟ انا كيكون باغي ينتقم منكم غيضربكم ويقتلكم ولا كاش غايدير ماما تيرا خوي حيت نشوفو قال لك نحيدو لنا شي حاجه باش يلا باش ما كنعيطو عليه ما تخلونيش مبرسطه. قول لي يا شيخ وين نروح يا شيخ؟ زيد يا شيخ. واخويا خالد واش شفتي شي الدور بزاف اصاحبي وحق الله العظيم. ترى كون طلع لنا شي واحد اصاحبي كمل. ملي بدينا خويا الفيلم هذا وملي بدينا الخدمه هذه وانت زيد يا كلب زيد يا حمار زيد يا صاحبي انت تشوهتينا كلشي تصنت لك كلشي عرفنا. ماشي هكاك صاحبي انت تيقشي راسك سعودي برك عليا. يا صاحبي راه كنبغي ندخل في الدور باش نبان ناضي. شتيني من الهضره خوك راه واخا ما دارتش السعوديه ولكن راه ناضي. بعد مره كيهرب لي يلغى كان كيلب شي لعيبه. شوف او خذوا التصرفيق اللي عايشين عشيري والله تناضي بيه. واش ما نخافش على راسنا واكلين الخبيزه صح. شوف ملي دخلت معاك في الافيرات هادو وانا واكل الخبز الله يرحم لك الوالدين هذا هو عشيري وديال قلبي. ما تخممش ما تخافش على خوك خوك ناضي. المهم شنو هو؟ انا راه عندي واحد الغرض خاصني نمشي نقضي تنشوف. يا شيخ مرحبا يا شيخ. تنشوفوا يا شيخ تهلا لي براسك يا شيخ. الله يخليك ليا يا شيخ يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اموركم مزيانه بخير؟ الحمد لله ونشكره. اش بغيتيني؟ قلتي جي وجيبي معاك منال. اش كاين؟ اش واقع؟ واقع الخير واقعنا. لا لا بيني وبينك ما كاين خير. لا شفناك انت كملات الباهيه. سمعت باللي تعرفتوا على شي سعودي. ديرها زين هاد الوقت حاجة ما تخبى. وبغاكم الزواج وبزاف د الحوايج. والحمد لله بنات الشان وبنات القاع يبغينا غير العالي والكبير. بصح ولكن راه نصب عليكم. انت باش عرفتي هادشي؟ باش عرفتها؟ السلام عليكم. قالك باش عرفتها؟ خويا خالد مرحبا بك. شي مزيان. كيف احوال؟ فين كتعرف سعودي؟ سعودي؟ سعودي. بغاو يعرفوا فين كنعرفك خالد قول لهم اخويا. كنعرفو انا نقول لكم كلشي تصنطي ليا. ما كذبش عليك اخويا خالد افير شينا اليوم ناضيه. شوف شتا مسطي شتا افير مغيزه اصاحبي.
خواتاتنا كرام صابحين اليوم كيقلبوا مساخط الوالدين. كرام كيقلبوا على شي سعودي. قلت لك شي رشرش وجهت شي رشرش ما كيمرقوش. شي رشرش لقيناه حتى حنا. وحق الله العلي العظيم لقانا طوال كثير. اي اخويا خالد صراحه والله حتى كتعجبني بالله. ملي كنتبعك وانا مدبر على راسي. مساخط الوالد حتى باقي غنلعب لهم الصومالي غنسبغ انا معاهم، المهم هو الدرهم. انا حاجه. انا ديما ديرني كادكور ديالك شيفور ديالك انا معاك كل مره. وهيت وكيفاش انت يا مال مروان اخويا اش مرات مالو هذا كيبان لي مهموم مهموم وكا يلاه نشوفو اخويا نشوفو مالو مروان اخويا السلام عليكم فين اخويا صاحبي بنتي لي مهموم طالع لك الدم اش كاين عندي يا سيدي ربي خلوني ساكش وصافي تا قول لينا شنو هو عندك اخويا مروان تما كصاحبي عندي مشكل مشكل كبير شنو هاد المشكل مسخوط واحد خيتي كنت غادي معاه بالصفه والنيه في الاخر تفلات عليا وضحكات عليا ودات لي كاع راس قريه اللي نشدها نمشي نخسرها عليها في الاخر دارت لي اديب الله يدير لك الخير بلاتي بلاتي الطوموبيل تبعتيها على ودها اييه الطوموبيل بوكشيري ب 30 مليون بعتيها على ودها واش غنديروا اخويا خالد مروان واش تحمار واش بقى شي واحد كيشيخ في الدريه ديال دابا ودابا شنو هو مالها ما عرفتش اخويا صافي دابا صافي خوات تجيبو خوات تجيبو يتفر فيا قالت لي انا ما عندي ما ندير بواحد تجيبو خاو الصراحه نقول لك واحد الكلمه قدام خالد هو كيسمع والله تسرك بالله انت باش عرفتي انا ما مزيانش انت ملي باغي الحلال سير تزوج بالدريه انت بقيتي كتصرف كتصرف كتصرفو تقول لي جيبوك مقرد صافي الدراري ديروا بحال ماكم والو شنو هو شبالك في هاد لافير انا معاك خالد اش عارف عليا صح اش من افير هاد صافي انت ادخل سوق راسك ادخل سوق راسك حنا عارفين اش غندير شوف من اليوم ما كتعرفنا ما كنعرفو لا ما كنعرفكمش من دابا ماشي من اليوم من دابا كنعرفكش مروان اقسم بالله انت غادي ناخذ لك حقك هي حاجه كما قال لك خالد رانكون ديز من لي والسلام لا ما كتعرفناش ما كنعرفوش صاحبي يلا نمشيو نوجدوا المهم يلا خليك لك الراحه ان شاء الله ليا في راسك اخويا مروان ان شاء الله في راسك ما الدراري صدمتو هادشي كله طلع منك يا مروان هادشي كامل طلع مني انا وصدل الاسبوع لا صح كنت كنقولها لك النهار الاول صاحبك كان كيحطهم بخاطر وما كنتش كنقولي بزز منك حيت درويش داكشي علاش لعبتي عليه العشرة والحمد لله اللي ما عنده قال ليه سيدو عنده لله لا عنده الله سبحانه داكشي علاش كويناكم مروان يلا نمشيو هادو ما يسالوش بقاو باركين معاهم والطماع كيقضي عليه كذاب خلينا ليكم الراحة يلا نمشيو خلصوا معكم هاد القهوة عافاك حنا طماعين وهما كذابين وصافي واحد بواحد